هناك بلا شك محاولات أو مؤتمرات أو مجتمعات دائما تحدث وتقيم من أجل حوار الحضارة، وذلك يحدث من أجل التقارب وأن يتم التفاهم والتعرف على وجهات النظر المختلفة، وأن يسود العالم الوضع الأفضل الحضاري، الارتقاء إلى ما هو أفضل الأفضل وليس الإنهيار أو البعد عن الأخلاقيات، أخلاقيات الأديان وأخلاقيات الحضارة والتصرفات الحضارية التي يفخر بها الجميع في أي مكان من دول العالم وعلى سطح هذه الكرة الأرضية. فهناك التعاون بين الدول، هناك الإشادة، هناك التحديث، هناك المتابعة، التطوير، هناك الكثير من تلك الأمور التي أصبحنا نعيشها اليوم وتحتاج باستمرار إلى مزيدا من الدعم والتأييد المحلي الإقليمي العالمي.